الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني إلى النزاع مع المغرب وموريتانيا ومطالب الاستقلال. المملكة المغربية استقلت عن الاحتلال الفرنسي، وبقيت كل من سبتة ومليليا بالإضافة للصحراء الغربية تحت سيطرة الإسبان. استمر المغرب في المطالبة بالصحراء، وقاد الملك الحسن الثاني مظاهرة شعبية إليها. وبعد عام واحد انسحبت إسبانيا من الصحراء، واتفق المغرب وموريتانيا على اقتسامها، الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا. أما داخل الصحراء فتشكلت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أو بوليساريو، وهي جبهة مسلحة تسعى لنيل الاستقلال. البوليساريو حظيت بدعم جزائري أدى إلى توترات دائمة مع المغرب. اضطرت موريتانيا تحت وقع المعارك أن تتنازل عن إقليم وادي الذهب، واعترفت رسمياً بالجمهورية الصحراوية، وبنى المغرب سوراً أمنياً يفصل حقول الفوسفات في الصحراء عن بقية المنطقة المتنازع عليها. ساهم اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في تهدئة النزاع. سكان الصحراء الغربية مسلمون، وينتمي معظمهم لقبائل عربية وأمازيغية، ويقترب عددهم من نصف مليون.